صغير نحكي في محل فتح أمير وخليات مستلزمات الأخرى. شجع النساء الإمارات الليبيات أن في الظروف الصعبة هذه سيولة الوضع للبلاد لتحسين الدخل اليومي وتشجيع لهم في تحسين الدخل المادي. شجع النساء اللي يقدموا الحلويات وتساعد الدخل بتاعها وتلي ناقصة الحلويات بتاعها على حسب النظام. زي الحلويات والمعجنات والخبيز والتمر المعجون والبسكوت الحلويات وبعض تشكيلات من البسكوسه والمعجنات. وجه رسالتي لاصحاب المحلات يدعو المرأة لانها هدف.